ايضا في خلال المؤتمر الصحفي اللي طبعا اذيع على الهواء مباشره مع المستشار الالماني، والحقيقه ان ده كان ظاهر طبعا على ملامح المستشار الالماني متفاجئ بتكرار نفس الكلام ورفضه تماما لهذا السيناريو. اذا خلينا نتكلم ان من خلال المناسبات المختلفه مصر اكدت على موقفها، وخلينا نقول ان هي يعني كانت شهاده نهايه لاسطوره صفقه القرن، وانهت تماما ان يتم زي ما كانت بتراجل او تامل اسرائيل او تامل الولايات المتحده الامريكيه بان تحل قضيه الشرق الاوسط بهذا السيناريو اللي هو سيناريو النزوح. هذا الموقف الدولي والقيادات، وطبعا احنا تابعنا ان كل يوم كان في اتصالات مستمره من قيادات العالم مع السيد الرئيس، لان الكل يعلم ان مفتاح القضيه الفلسطينيه في يد مصر مش في اي دوله اخرى. خلينا نتكلم ان مصر الدوله الوحيده اللي لم توظف القضيه الفلسطينيه توظيف سياسي لاي اغراض داخليه، يعني كثير جدا من دول من القوى الاقليميه اللي في المنطقه كانت تستخدم القضيه الفلسطينيه لتجميع شعبها في الداخل وتظهروا على ان هي اللي يعني قضيه القدس والمقدسات وما الى ذلك، فبالتالي بتجيش يعني شعبها وراءها بشكل او باخر. مصر لم تفعل هذا على الاطلاق، مصر كانت صادقه جدا في تعاملها مع القضيه الفلسطينيه، وهي الدوله الوحيده اللي كانت بتنجح في تحقيق التهدئه، وهي اللي بترعى دايما الاتفاقيات ما بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. بالتالي استقبال مصر ايضا لقيادات من كل دول العالم، واحنا تابعنا ان وزير خارجيه تركيا كان موجود، وزيره خارجيه فرنسا، زي ما قلت امريكا، المانيا، رئيس وزراء بريطانيا. فطبعا هذا التجمع هم ما راحوش زاروا ولا اي دوله في المنطقه. فبالتالي ده اعتراف بدور محوري لمصر في القضيه الفلسطينيه. ده شجع دول العالم انها تستجيب، طبعا ثقه في السيد الرئيس وثقه في مصر انها هي تستجيب لدعوته لهذا المؤتمر الهام جدا.